بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. والهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومدن القناة. هيكون كمان رطب على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية. هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة رطوبة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على تليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أحوال الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بداية شهر أغسطس، وطبعا ده بالنسبة للناس كتير قوي يبقى عارفين أن في موجات حر وارتفاع في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة خلال هذا الشهر. بالفعل، يمكن شهر دايما شهر 8 دايما مشهور بارتفاع نسب الرطوبة الكبير، يمكن بتتجاوز ال 95% على السواحل الشمالية، بتتجاوز ال 85% على القاهرة الكبرى. فدايما احنا مشهور شهر أغسطس بارتفاع نسب الرطوبة، يمكن نسب الرطوبة دايما بنأكد ان هي العامل المهم جدا في احساسنا بدرجات الحرارة. احنا طبعا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مع الكتل الهوائية اغلبها قادمة من على البحر المتوسط، فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة فترات النهار وايضا فترات الليل. احساسنا بالطقس فتره النهار هيكون طقس شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. الاجواء بتكون اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه، ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. ايضا خلال فترات الليل هنحس بارتفاع نسب الرطوبه، فبالتالي هنحس بالاجواء المائله للحراره فترات الليل على اغلب المناطق اللي في الجمهوريه فيما عدا السواحل الشماليه. السواحل الشماليه خلال فترات الليل بتشهد وجود نشاط رياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فهنحس بالاجواء المعتدله فترات الليل. بالاضافه كمان طبعا مع نشاط الرياح اللي موجود على السواحل الشماليه هيكون في ارتفاع امواج على سواحل البحر المتوسط. ارتفاع الامواج ده هيوصل ما بين 1.5 لـ 2 متر، وده طبعا بيشكل خطوره على الساده المصيفين. فاحنا دايما بننصحهم في فترات ارتفاع الامواج يبقى دايما في منطقه امنه بالقرب من الشاطئ. بالاضافه كمان ان احنا طبعا مع ارتفاع نسب الرطوبه فترات الليل وهدوء سرعات الرياح في الصباح الباكر بتتكون بالظبط تتكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. دايما مع تكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل الساعه 3 4 الفجر، وبيستمر حتى خطوع اشعه الشمس يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا تبدا الشبوره المائيه في التلاشي. احنا طبعا دايما بناكد ان ارتفاع نسب الرطوبه بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، يعني اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، المحسوسه طبعا هتوصل ل 39 درجه مئويه بسبب ارتفاع نسبه الرطوبه. طيب خليني اسال حضرتك عن ان هناك مناطق من المملكه العربيه السعوديه بتمر بعواصف رعديه بيصاحبها سقوط امطار غزيره، ده نتيجه وجود منخفض سطحي متعمق ونشاط الرياح الجنوبيه الشرقيه رطبه، هل مصر ممكن تتاثر بهذا المنخفض؟ لا، هو يعني الاجواء اللي موجوده والتوزيعات الضغطيه اللي بتاثر على المملكه العربيه السعوديه مختلفه تماما عن التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه. وطبعا هو في كتل هوائيه رطبه يعني قادمه من بحر العرب والمحيط الهندي، الكتل دي مع وجود المنخفض المتعمق مع الطبيعه الجغرافيه في المملكه العربيه السعوديه بيؤدي طبعا لتشكل السحب الرعديه. لكن احنا طبعا بنتاثر بكتل هوائيه مختلفه، بنتاثر بامتداد منخفض السودان الموسمي اللي هيكون معاه فقط ارتفاع في نسب الرطوبه وارتفاع في درجات الحراره. لكن احنا دايما في شهر اغسطس وكمان شهر سبتمبر معتادين على فرص لسقوط الامطار الخفيفه او غير المؤثره على اقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين مع ارتفاع الحزام المداري، لكن دي توزيعات ضغطيه مختلفه تماما عن التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر على المملكه العربيه السعوديه. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره بالتفصيل النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 36 والصغرى 24، اسكندريه 32 24، مطروح 32 23، سيوه 37 23، بورسعيد 33 25، دمياط 32 25، الاسماعيليه 36 23، السويس 36 23، العريش 33 24، طابا 36 27، كاترين 34 19، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 40 28، فيوم 38 24، بني سويف 38 24، المنيا 38 24،
اسيوط 39-24، سوهاج 39-25، قنا 40-25، الاقصر 41-26، اسوان 42-27، الوادي الجديد 41-22، شلاتين 41-26، واخيرا حلايب 36-26. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الجو، في ارتفاع في درجات الحراره، نتوخى الحذر خلال ساعات النهار وخصوصا في وقت الظهيره، ونقف في اماكن فيها ظل ونشرب كميات وفيره من الميه خلال فترات النهار. هرجع مره ثانيه لمحمد وباسانت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.